السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة أم شيرين وآية. كما غتشوفوا معايا واحد المسمن كيجي زوين بزاف البنات، نتمنى تجربوه، هنا الإعجاب ديالكم صراحة كيجي أروع ما يكون. صراحة كيستاهل تجربوه. البنات اللي كتدخل عندي الله يحفظكم، الناس اللي كتدخل عندي القدام وجداد القناة الله يكبر بكم. دابا غادي ندوزو المقادير ديال هاد المسمن، قلت لكم اللي كيجي رائع هاد المسمن هذا. كما غتشوفوا معايا عندي هنايا الزلافه ديال السميده الرقيقه، السميده تفضل ديروا السميده الرقيقه، ولا الا عندكم الفينو ديري الفينو، الفينو كيجي احسن من بهذا، احسن من السميده، حيت الفينو كيعطي شكل اخر مش بحال السميده. المهم الزلافه ديال السميده كما كتشوفوا معايا، الا ما عندكمش الفينو ديروا السميده. وعندي هنايا كاس ديال الماء، الماء على حساب الخليط، الماء ماشي مشكل، نتوما كتشوفوا شحال الخليط ديال الفورس درتو. عندي هنا كيلو ديال الفورس والمعلقه ديال الملح، المهم الملح على حساب الذوق. هنايا البنات غادي ندوزو ان شاء الله يا ربي باش نديرو في العجانه. هنا غادي ندير شويه ديال الماء كما غتشوفوا معايا، غندير عفوا شويه ديال ندير السميده وغندير عليها شويه ديال الماء، وكنخلي هاد السميده هادي واحد جوج ديال الدقائق كترطب، حيت ماشي بحال الفورس ماشي بحال الفينو، كنخليها واحد خمسة دقائق جوج دقائق شحال ما خليتوها كترتاح كترطب شويه ما كتبقاش شاده. وهنايا البنات غادي نرجع معاكم بعد ما خليت السميده ارتبت شويه، غادي نزيدو عليها داك الفرينه اللي عندنا. نتوما القياس اللي بغيتو يا البنات ديروه، ديال العجينه راه كديرو القياس اللي بغيتو، بغيتو كتر بغيتو بحال دابا نص كيلو ديرو نص كاس العنبه ديال السميده ولا نص زلافه، هنا غادي نزيدو هاد ديرو بالطريقه اللي بغيتو. هنايا البنات على فكره هنا المسمن كنعجنوه غير بالماء بارد، ما كنديروش الماء السخون، كنديروا الماء بارد وشويه الملحه صافي. هادشي اللي كندير انا في المسمن ديالي، الا بغيتي تزيدوا معاه واحد المعلقه ديال العسل حتى هو كيجي كيعطي واحد اللمعات كيجي زوين. هنا انا ما درت لا عسل لا والو، غادي نردو غير الماء والسميده يعجن، نردو في العجانه عفوا، وغادي ان شاء الله يا ربي غادي نتلاقاو من بعد ما خلوه يعجن. كما قلت لكم البنات تقدروا ديروا العجينه وتقسموها كويرات صغار وديروها في الكونجيراتور كتجي زوينه كتسهل الامور. هنايا بعد ما وجدت العجينه ديالنا كما كتشوفوا، هنايا بعد ما وجدت العجينه ديالنا عندي هنايا الزلافه شويه ديال السميده ولا الفينو اللي عندكم كتستعملوه، غنحتاجوها في طرق. عندي الزلافه ديال الزيت والزلافه ديال الزبده، عندي هذه الزبده بلديه خديتها من ملي مشيت لواحد الفيرما حدا حماتي، خديت الحليب روبته مخطو خرجت منه الزبده وعطاني بزاف ديال الزبده تبارك الله، خرجت منه الخير والبركه. وهنا السميده الزبده ما كندوبهاش انا، كنخليها هكاك كنخليها هكاك مورصويات صغار باش كنقرص. هنا غادي ندوزو نقطعو المسمن ديالنا، عندي هنا واحد البلاطو اللي غنقطع فيه المسمنات كما كتشوفوا معايا، غادي نقطع المسمنات. بغيت نتوما ديروهم كبار بغيتيهم ديروهم صغار، كما كتشوفوا معايا العجينه متلوقه مسمنات، بغيتي ديروهم الكبار بغيتي ديروهم الصغار باش ما حبيتو كديروهم. انا شي بعض المرات كنديروهم كبارين كيجيو زويونين بصراحه، كيجيو كبار كنديروهم كبار على حسب المقله اللي عندي. هنا غادي نكمل العجينه ديالي كنقطعها حتى نقطع ديك العجينه ديالي نقرصها كامله على هذا القياس هذا ان شاء الله يا ربي، وندوزو باش غنطلقوها. هنا غادي ندوزو باش نوريكم، صافي قرصت العجينه ديالي غنقرصها كامله، وغادي نديرهم هنا في البلاطو، غادي نغطيهم بواحد الكاغيط واحد البلاستيكه عفوا، وغنخليهم يرتاحوا واحد جوج دقائق ثلاثه دقائق شحال ما خليتهم، غير هو ما تبالغوش في
تخلوهم يرتاحوا اكثر حيت كيعذبوكم منين تجيو تقرصوهم كيترخاو. العجينه انا درتها قاسحه ما درتهاش خفيفه بزاف كما غتشوفوا معايا. غنغطيهم وغنخليهم يرتاحوا ومن بعد غندوز معكم باش نطلقوا العجينه ديالنا. هنا كما كتشوفوا معايا غادي نطلقوا العجينه. كنطلقوها هي في صراحه اللي عنده اتساع انا قرصتها غير هكا في القصيعه في القصعه كل واحد شنو كيسميها قصيعه في القصعه بحال هكايا. هي الا عندكم في لورنيه ديال الكوزينه كتطلقوها احسن حيت انا عندي لي طرافو في الدار عندي الدنيا مرونه هذاك الشيء علاش كي كندير هكايا. باقي ما ساليت لي طرافو ديال الدار باقي الكوزينه ما ساليتهاش هذاك الشيء علاش. هي الا طلقتوها على الكوزينه فهذا الرخامه ديال الكوزينه كتجي احسن بصراحه كتاخذوا راحتكم. هنا غادي نطلقوا العجينه ديالنا كما غتشوفوا معايا نطلقوها وغادي نطويوها على نطويوها في الاول على جوج ابخي كنطويوها على واحد غير ما كتشوفوا معايا. هنا المسمن ديالنا بعد ما طلقناه ولويناه حطيناه هنايا غادي نخليوه يرتاح واحد شي 3 دقائق وغادي ندوزو نطيبوه ان شاء الله يا ربي. خليكم معايا ما تزبيوش حتى شي بلاصه. البنات هنايا غادي نجيو نطيبوا المسمن ديالنا. هذا المسمن البنات كيجي زوين بزاف نتمنى تجربوه صراحه يستاهل التجربه. صراحه غادي نستمروا بهذه الطريقه هذه طيب المسمن ديالنا. كما كتشوفوا معايا كنستمروا بهذه الطريقه هذه صافي طيب المسمن ديالنا كيجي رائع هذا المسمن هذا. انا كنصايب ديجا كنصايب بحال هذا وما كنصايبهم قد هذه المقله هذه كيجيو زوينين بزاف. ضروري كتحركوا المسمن بحال هكا كيجي الطياب ديالو باش كيجي الطياب ديالو متساوي بكل جهه ان شاء الله هذا باش ما كيطيبش غير جهه وجهه كتبقى صافي. كنستمروا بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوا المسمن ديالنا. هنا كما كتشوفوا معايا ملي كنطيبو ما كنرش عليه لا الزيت لا والو كيطيب هذاك الزبده وهذاك الزيت باش طيبته وصافي باش قرصته وصافي عفوا.
البنات هذا هو المسمن ديالنا بعد ما وجد، قدمته ورافقته بشويه ديال العسل كما كتشوفوا معايا. نتوما غترافقوه باش ما بغيتو. كاين اللي كيرافقوا بالزبده بلديه، كل واحد كيفاش كيبغيه ياكلو. انا رافقته بشويه ديال العسل، هذا المسمن. نتمنى يا البنات تجربوه، بصراحه كيستاهل تجربوه، وبصراحه زوين، كيجي زوين بزاف كما غتشوفوا معايا. كيجي بصاب يكون بلاتي، كيجي مورق بزاف صراحه. بصراحه هذا الملوي هذا كيستاهل تجربوه كما كتشوفوا معايا. يجي بهذه الطريقه هذه. نتمنى يا البنات تجربوا هذا المسمن هذا اللي كيجي رائع رائع بزاف. رافقته بالشاي مغربي باتاي كما كتشوفوا معايا، اتاي مغربي. كندير لكم هذا الكويس هذا. هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. نتمنى يا البنات ينال الاعجاب ديالكم، وتشجعوني وتخلو عندي وتخلو لي في التعاليق كما كتشوفوا معايا. البنات كاع اللي كتدخل عندي وكتخلي لي تعاليق زوينه، الله يكبر فيكم، الله يحفظكم يا ربي، وشكرا بزاف لهلا يخطيكم. هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتدخلوا عندي وتشجعوني.